أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الأربعاء الموافق 14 يونيو 14 حزيران 14/6/2023. هتلاقي النهاردة صعوبة في إنك تعرف توازن بين اهتماماتك والتزاماتك الأسرية وحتى الشخصية. هيكون مهم جدا إنك تحافظ على شوية انسجام يبقى ما بينهم، هيكون ده ممكن بنسبة كبيرة جدا. هتفكر النهاردة انك تاخد قرارات كتير بشأن مختلف في كل قضاياك اللي تبتدي تأثر على صحتك وعلى علاجك. انك لازم تبقى نشيط في امور كتير هتبقى متعلقة بحياتك بشكل صحي. هتتعلم النهاردة حاجات كتيرة جدا، لكن الاهم من كل ده انك تبقى بتتعلم حاجات حقيقية فيها حكمة، مش بس نتيجة لتلاعب أو أخبار ممكن تبقى كاذبة بشكل كبير. انت النهاردة هتبقى مبسوط جدا بالنتائج اللي انت وصلت لها، خاصة المادية ليك في اليوم ده، لأنها تعتبر حلوة جدا. لأخبار كتيرة هتبقى بتتعلق بالماديات في الفترة الجاية، فيها زيادة واضحة جدا في دخلك. هيكون من الصعب انك تتواصل مع أشخاص النهاردة ميزانيتهم أقل منك، من الصعب تفهم ده، لكن سهل جدا انه تستفز الاشخاص اللي حواليك بسبب الحجج والصراعات اللي ممكن تبقى انت مش متعود عليها. لازم تبقى حاضر النهاردة، خاصة مع المشاريع اللي ممكن تبقى جديدة هتظهر ليك في حياتك، خاصة لو كنت انت مرتبط بانك تعرف توسع نشاطك اللي بتشارك فيه بشكل حالي. محتمل جدا تبتدي تظهر فرص فيها تطور واضح وجديد. هتحتاج انك تاخد قرارات ممكن تبقى حكيمة كتير في الفترة الجاية وصحيحة ليك. هتبقى عندك فرصة ممكن تبقى مرتبطة بحياتك المهنية وباستثماراتك وبكل صفقاتك التجارية واللي خاصة في حياتك الشخصية حتى، زي المكاسب اللي ممكن تبقى مادية عندك. هتبتدي علاقات جديدة في اليوم ده وحتى خلال الأيام الجاية لو ما بدأتش النهاردة. هتكون انت قادر عشان تحقق النجاح اللي بتتمنى، لكن بس لازم تتحلى بصبر ومثابرة واحتراف في شغلك. هتحتاج ان يكون عندك فطرة سليمة وجهود مستمرة عشان تعرف تشارك في الأيام اللي جاية اللي هتبقى مرتبطة بمشاريع مهنية وأسرية وشخصية مهمة وطويلة بالنسبة ليك في أجلها. في نتائج إنجازاتك اللي ممكن تبقى محتمل تبقى بتحققها خلال الأيام دي تستمر في انها ترضيك لفترة طويلة جدا، وبعد الفترة دي ما تخلص هتفضل انك تشتري بيت او تبتدي عمل تجاري حتى لو كان صغير من نوعه في الفترة دي. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم الدايم ليا، ويلا مع بعض نوصل القناة لمية ألف مشترك.